كلامنا والله. رد فعل غريب للجمهور بعد ما شاف بيومي فؤاد في عقد قران بنت الفنان علاء مرسي. مش هتصدق الناس اتعاملت معاه ازاي في اول ظهور رسمي ليه بعد ازمته الاخيره مع الفنان محمد سلام. بص يا سيدي، الفتره اللي فاتت واجه بيومي فؤاد ازمات كتيره جدا بعد ما طلع في نهايه مسرحيه زواج اصطناعي واللي كانت ضمن موسم الرياض في السعوديه، وهاجم محمد سلام انه اعتذر عن المسرحيه بسبب الاحداث الاخيره في المنطقه. طبعا من وقتها حصل عليه هجوم كبير لدرجه انه خسر مليون متابع في يوم، ووصل بيه الحال انه يقفل الحساب الرسمي بيه على اكاونت الفيسبوك. ده غير ان حصل حمله مقاطعه كبيره جدا للمطعم بتاعه. مش بقولك حصل له كوارث، ووصل بيه الحال انه تعب ودخل المستشفى. ده حتى افلامه في السينما كلها يا مؤمن خسرت، وما كانش بيخرج نهائي لحد امبارح. ظهر لاول مره في عقد قران بنت الفنان علاء مرسي، والمفاجاه ان الجمهور اتكاتر عليه، مش علشان يتخانق معاه لا سمح الله، لكن علشان يتصور. في النهايه قول لنا رايك في تصرف الجمهور.